ودعهم ودعهم كلهم دبي مول يتمشون، الثاني والثالث والرابع والحارس وداخل وخلى يا الله يا الله وينك وينك الطاير العق عليهم سجل. حرة لنادي القوة الجوية، ركلة حرة حلوة ل ركلة حرة لنادي القوة الجوية، هي حلوة. شو السبب؟ تمسك الجول، جول الهلال. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لعنة الكرة اليوم على المنتخب التونسي، لعنة كبيرة. المنتخب العراقي علي عدنان ويونس، يونس بيلعبها شوف ارجع من بدايتها يا مخرجنا. شوف هني للعراق عالية وعرضية عدت ووصلت ويونس سدد وشالها وليد ومرة ثانية همام طم طم. والله شيء 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 مو معقول، شيء مو معقول. يونس شوف كيف شاتها، شوف كيف شاتها. الدقيقة عراقية دقيقة حريقة حريقة مو بدقيقة. الله 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 الله. الرمية تتماس مع لاعب توماتشك، العرضية تلعب ابعاد بالرأس اول يسدد، لا نقل الكرة اذا في الجهة اليسرى تصل الى الامبوم. سدد سدد سدد، قلت لك سدد ما قلت لك مرر. يا هذا من اللي سجل الجول اول اللاعب بانا كين، قلت لك سدد سدد سين دال سين دال سدد او لا سين دال دال دبل دال دبل دي سدد. ما قلت لك مرر معنا الثنتين يعني فيهم اخر حرفين نفس الشيء ها دبل ار دبل دي. اوف التحام بصراحه رجولي، اللي يقول لك التحام رجولي ابعاد في مره اولى في مره ثانيه مرتد. اوه اسباس والفيجو اسباس يسجل ويضع الكره في الشباك، هدف ثالث في مرمى تير شتيغن. تير شتيغن يستقبل الهدف الثالث وسيلتا فيجو، ولكن المرتدات في الثاني. نمشي ماشي يا بابا 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 يا بابا. الأرجنتيني الأرجنتيني هو بابا بابا الأرجنتيني ولا بابا. في السفر في السفر قتلوهم في 120 ثانية. تيكي تاكا ديل الأرجنتينو. ماشي 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 قول كده، قول الحاجات اللي انت عملتها. هو المذيع اللي المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع؟ ولا الكرة مع الدخلان يرجع لحارس المرمى وداخل عليه وتفوت الكرة، الكرة بتفوت وهدف. ما هدف ما هدف شاطها في العرض الحمار الحمار حمار يا ولدي حمار. ضاعت شوف شوف كيف سواها، كيف تحطها في المرمى يا فاشل؟ تعصبك يا فاشل؟ اه بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله فيها يا فندم يا فاشل. وقطة داخل الملعب
من يعني الحاجات، لكن لقطة لطيفة جدا. محمد صلاح جول ام لا؟ صلاح شنو هذا؟ شنو هذا صلاح؟ ما هذا يا صلاح؟ سلطان البطولة الإنجليزية، هذا هو نجم الكرة المصرية، فخر الكرة العربية، كامل الأوصاف، كامل الأوصاف، فتنا كل العرب بأقدام من ذهب. يا عيني يا عيني يا عيني يا صلاح يا عالمي، هدف الموسم، هدف الموسم، أجمل أهداف المعمورة، باليسار جبهاله صلاح عتاله في التسعين، في التسعين ما رحموش. يا سلام يا خرافي، يعطي كرة يا صلاح، صلاح جول، صلاح جول، صلاح جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا 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 يا كرة لا، تعظيم سلام من كل أرجاء المعمورة لأقوى كرة، محمد صلاح خرافي من كوكب آخر، من كوكب زحل، ليس من كوكب هذا البشر. محمد صلاح بأقدام الذهب، يعاني روما فريقه السابق، لا يفهم ماذا يجري. شنو هذا يا صلاح؟ يا معذبا يا صلاح، يا فيرمينو يا صلاح، ثنائي النار محمد صلاح بلمسة على الطريقة المارادونية، على الطريقة الميسية، لا لا لا، خليني أقول على طريقة محمد صلاح، لأنه صلاح عالمي. كفانا 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 فخرا بهذا النجم العالمي، ولا دفاع في العالم يقدر إيقاف محمد صلاح. يورجن كلوب يستغرب كيف أن روما باع محمد صلاح بأربعين مليون يورو، هذا اللاعب يساوي مليار دولار. خلينا نقوله بكل الأفراح، ديروسي بكامل الجراح بإغلاق الجهة اليمنى بوجود لاعبين يجيدين خلاص خليها تمشي زي ما هي. الدفاع البرشلوني يتذبذب، فيما تفكرين، فيما تتساءلين، لماذا أنت بهذا ماذا؟ لم أجد الكلمة، عاتيها عاتيها. أو تمريرة ما زالت، والكرة ملعوبة، استلام إلى الشمراني، يلعب الكرة مجددا، محاولة تسديدة، يا ثاني يا سهل، لا 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 هذه اللقطة هي إعادة الهدف، هي إعادة الهدف، مشوها يا جماعة، جل من لا يسهو وجل من لا ينسى، مشوها. الأخرى عزيز المشاهد، مرني وقت الغروب ربي خالي من العيوب، قلت له من فين انت؟ قال من أهل الجنوب. لا والله يا ابو نورة، ما هو من أهل الجنوب إلا من أهل روما في هذه الأمسية. يلعب الكرة لقدام عند مشاريع شرحيلي حلوة عند حسين عبد الغني، خد ناحية اليمين يحيى النهري، يشتغل على بابا أركو، لكن يضغط يا ولد يجيبها بشكل رائع يحيى النهري، ويقطع الكرة اللي على عبد الله حارس المرمى. هيعمل ايه؟ لعب الكرة لقدام، اخد وقت يقلق المدافعين، عبد الله العريزي في الكرة اللي فيها قوي لجده، هيعمل ايه؟ وتسديده، لكن برافو يا ولد، برافو عبد الله العريزي. حلوة الحلوات، ست الستات، نجمة من النجمات، هدفين لصفر، ولكن الهدفين والهدف كانت بالاقدام ايتها الروسية، 1-0 عن طريق اللاعب انسيتو زاغوييف، سجل هدف الاول، عفوا، والهدف الثاني، الهدف الثاني رومان شيروكوف. يدوبنا في بداية المباراة في الشوط الاول و0-0، بيدرازا اوف، لا رقبتك بس شوي شوي، عرق شد، هذا هدف اوكي، سجلت الهدف بس احتفل بشكل ما يسبب اصابة، يعني مش ناقص. تقدر تحط يدك على انفك، تحرك انفك، تحس بألم، تقدر تنفس، اي اقدر، خلاص احنا نضحك مع بعض عادي، ركلة حرة، في ركلة جزاء، في جوادينتي بعد تصفق، مستانس على سويته، فرحان، شاهد.